طلعت ومنور سادة البلد، مبسوطين بوجود حياتك معانا. شكرا، متشكر جدا. النهارده حدث كبير، وانا عارفه حياتك كمان لما قعدت مع ستيفانو ريتشي قال لي حياتك بطرت يعني في علاقه صداقه كمان بينكم وبين بعض. حقيقي انا اعرف ستيفانو ريتشي من اكتر من 20 سنه. الحقيقه ان هو مجالي، كنت انا رئيس الاثار في الوقت ده، وجاي عشان يعمل كتاب عن الاقصر ويحط فيه الديزاين بتاع الفاشن بتاعه. فانا الحقيقه كتبت له الكتاب، وبعد كده رحت معاه نيويورك، عملنا حفله في المتروبوليتان برضه زي الف ليله وليله، عزمت له نجوم السينما هناك والسياسيين، وكانت حفله غير عاديه. واجمل حاجه بقى ان هو بيعشق الملك حتشبسوت، فهو كده العدل الازياء هيكون في حتشبسوت. هو بقى مش عارف ينطق الاسم، فقال لي اعمل ايه، هو عايز يجيب يتكلم يعمل حديث ويجيب سيرتها. قلت له شوف يا ستيفانو، الحل الوحيد تقول هات تشيكن سوب، فهتبقى حتشبسوت. طبعا الحدث اللي حصل النهارده ده، اولا يعني 29 طياره خاصه بتنزل مطار الاقصر، نمره 2 400 شخصيه عالميه من كل مكان، نمره 3 32 صحفي. الاستاذ محمد امام رئيس المكتب الصحفي قال لنا ماضي تصاريح ل 32 صحفي من كل دول العالم. طبعا لو عملنا دعايه بملايين الدولارات مش ممكن تعمل الدعايه بالجمال دي. دي جمالها قدام معبد الاقصر في هذا الجمال. طبعا انا حاسس ان الناس قلبها بيرجف، لان دي منظر لا يتكرر في اي مكان في الدنيا. دكتور، زي احنا دايما بنقول الدعايه الغير مباشره دي اجمل حاجه، ان احنا بنصدر شكل مصري الجميل الحلو، ان كمان يكون في عروض ازياء. النهارده احنا موجودين في معبد الاقصر، بكره هنكون موجودين في معبد حتشبسوت. حياتك كنت دايما بتنادي بالموضوع ده، ان دايما بنشوف في اللوفر عروض ازياء قويه وكبيره. هو طبعا مهم قوي في العالم كله وفي مصر بالذات ان احنا نعمل اي احتفالات تبقى الخلفيه الاثار. يعني أنا زمان والله كنت أقول للمخرجين أصحاب بتوع السينما، بدل ما واحد يحب واحدة في كازينو خليه يحبها في الهرم عشان الناس تشوف الهرم. فالمنظر ده لما يتنقل دلوقتي للعالم كله، طبعا منظر غير رائع، الإنارة الجميلة اللي احنا شايفينها، الشخصيات العالمية اللي موجودة دي كلها. أنا بقول إن احنا لو دفعنا، لو وزير السياحة والآثار دفع ملايين الدولارات، أنا لا أعتقد إنه ممكن يعمل هذه الدعاية، لأن خلي بالك كل واحد لمؤسسة عالمية، من خلال المؤسسة هيعمل دعاية للبلد، من خلال 32 صحفي هيكتبوا مقالات في الصحف بتاعتهم. طبعا دي حاجة جميلة جدا، وأنا سعيد بهذا الحدث وسعيد بصديقي ستيفانو ريتشي. واحنا سعداء بوجود حضراتكم معانا، وان انتوا دايما واجهه مشرفه لينا للبلد والمصر، وان مصر بلد الامن والامان، وفي تطور كبير في ظل في حروب دلوقتي في العالم، لكن مصر الناس بتستمتع وموجوده. انا قابلت الناس جايين من امريكا وجايين من مكسيكو وجايين من ايطاليا وجايين من دول من مختلف دول العالم، جايين بيحتفلوا بمصر وبيحتفلوا بستيفانو ريتشي. طبعا ستيفانو ريتشي ده عامل الشو الديزاين بتاعه في الملابس الرجالي عمرها 50 سنه، كان ممكن يعمل الاحتفال ده في ايطاليا، في روسيا، في اي مكان في الدنيا، اختار مصر واختار الاقصر لانه بيعشق مصر وبيعشق الاقصر. دايما بنقول الاقصر ومصر هي معبد مفتوح. طب حياتك شايف دلوقتي ايه اللي ممكن كمان نعمله زياده عشان نشجع يعني السياحه في الفتره الجايه؟ ان احنا نعمل حاجات بالشكل ده، الدعايه الغير مباشره. يعني انا ما ادفعش للسي ان ان 10 مليون دولار عشان تعمل لي دعايه، لان كل العالم بيعمل كده. لكن ان انا لما الاقي صحفي جه مصر وشاف الامان اللي موجود في البلد، وشاف السياحه على مستوى عالي، وشاف ازاي كل اجهزه الدوله بتخدم هذا الحدث، طبعا عشان ما يكتب كفايه ده فانا وانا بؤمن ايضا ان احنا نكثر من هذه الاعمال العظيمه، ندي الاجانب تسهيلات كويسه جدا، نبين لهم ان مصر ممكن اي واحد يجي في اي لحظه ويعمل احتفال ضخم زي ده. والحاجه الثانيه كمان ان احنا نعمل قوافل سياحيه من المصريين يسوقوا لبلدهم في الخارج. حياتك بكره هيكون في سبيتش مهمه جدا دكتور زاهي، هتغششني شويه بنا؟ لا يعني انا بكره يعني هشرح لهم اول يعني في دقائق الاقصر، وبعد كده هكلمهم عن اكتشافاتي اللي هم مش هيشوفوها في وادي الملوك بكره باذن الله. وبالليل في العشاء هتكلم 5 دقائق عن ستيفانو ريتشي. حياتك الخبير بتاعنا طبعا، وانا سامعه ان الفراعنه كانوا من اوائل الحضارات اللي اهتمت بالموضه، وان هي في رسومات موجوده على المعابد دايما. طبعا انت بكره روحي معاهم وادخلي مقبره نفرتاري، شوفي ان هي لابسه ملابس لا زالت موجوده موضه في نيويورك. المصري القديم الاناقه بتاعته وجمال لبسه والبساطه
في اللبس سواء للملك او للملكه او للمواطن العادي هي بتعتبر موضه من 5000 سنه لا زالت موجوده حتى الان. طب في موضه شهيره جدا الهات بتاع الدكتور زاهي اخبارها ايه؟ هتشوفيها بكره. انا مستنياها يا دكتور زاهي. هتشوفها بكره باذن الله. نورتني يا فندم، وانا اسفه لو كنت طولت على حضرتك، شرف لي ان اكون موجوده قدام حضرتك، حضرتك قامه وقيمه كبيره، احنا بنعتز. اشكرك شكرا جدا.